الفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بك يا شيخ. الحمد لله. بص يا شيخ، مرت اخويا عايزه تسمع صبايا الخير اللي بتقدمها رهان سعيد. نعم نعم. يجوز ولا لا يجوز؟ اعيد السؤال. مرت اخويا عايزه تسمع صبايا الخير اللي بتقدمها رهان سعيد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ أنا لا أعلم شيئا عن الذي سألت عنه. السلام عليكم. تقول السائلة: هل تصلى صلاة تحية المسجد في دار تحفيظ للقرآن للنساء، علما بأنها مستقلة عن المسجد في كل شيء ولكنها في نفس السور؟ أقول وبالله التوفيق، هذه لا تأخذ أحكام المسجد، دار تحفيظ القرآن الكريم لا تأخذ أحكام المسجد، فمن ثم لا تلزم المرأة بتحية المسجد إذا دخلتها، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك، تفضل. سؤال بس يا شيخ مصطفى، حضرتك متفق مع اللجنة الشرعية في اختيار دكتور محمد مرسي للانتخابات؟ نعم. حضرتك يعني سترشح دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أم لا؟ اللجنة الشرعية شيء ومجلس شورى العلماء شيء آخر. فمجلس شورى العلماء مرجي رأيه إلى أن يلتقي بعدد من المرشحين إن شاء الله، فمن حقهم علينا ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يا شيخ، أنا كنت بسأل يعني على بتاع يعني أختي اتخطبت لابن عمتي، وبنت عمتي اتخطبت لأخويا، يعني نظام بدل. فعمي امبارح عشان خاطر يعني اخويا وبنت عمتي سابوا بعض، راح قال خلاص دي كمان يعني يسيبوا بعضهم دول كمان، فكده حرام عليه ولا لا؟ هم كانوا دخلوا ولا مش لا لا كده يعني خطوبه بس احنا كلفنا يعني خطوبه ازاي؟ مش فاهم يعني الاثنين مخطوبين ولا واحده طلقت واحده دخلت؟ لا الاثنين مخطوبين، يعني الطرفين مخطوبين. الاثنين مخطوبين، يعني اختي مخطوبه واخويا خاطب. على كل ليس بحرام عليه. طب لا حرام عليه هو، لاني اختي مالهاش ذنب. ليس بحرام عليه. ليس بحرام، هو دفع المشاكل بس. طب وخطيبها ما يعرفش، يعني اختي خطيبها ما يعرفش. على كل حال، الأب لا يأسم إذا فعل ذلك دفع للمشاكل، ولم يكن هناك عقد، لم يكن هناك عقد ولا بناء، إنما مجرد خطوبة، فرأى أن الخطوبة لابنه لم تتم، فيرى أن خطوبة ابنته لن تتم أيضا حتى لا تحدث مشاكل أو العكس، فلا يأسم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معك رضا من اكتوبر. نعم، رضا من اكتوبر. تفضل يا رضا من اكتوبر. الله يكرمك. ان شاء الله بسأل دلوقتي، دخلت مسجد ولقيت صلاة جنازة، فبخش اصلي معاهم، ففاتني تكبيرة او تكبيرتين، ف
فهل دلوقتي اكمل إذا الاول اذا سلم الامام عنابي. اذا سلم الامام يا رضا، اذا سلم الامام فقد ما فاتك، اذا سلم الامام فقد ما فاتك. فقد ما فاتي يعني ممكن الفاتحه بقى بعد الدعاء او ولا اخش انا الأمر على سهل. الفاتحه وبعد كده الصلاه على النبي. الامر سهل ويسير. ليس الترتيب ليس بملزم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا ليا بس توضيح الأول وسؤالين. التوضيح بالنسبة للأخت اللي كانت بتسأل على البرنامج اللي هي بتسأل عليه دوت، يجوز المشاهدة ولا لأ؟ البرنامج ده بيعرض، بيجيب ناس وبيطلع عليهم جن وبيعمل كده، يعني إن هو بيشفي من الجن ومن السحر، فهل يجوز دون ولا لأ؟ إن إحنا نشاهد ولا لأ؟ أيضا أنا لا أشاهده، يعني أنا سمعت. لا عفوا، يعني الحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره، فأحتاج أستفسر أكثر إن شاء الله عن هذا. طيب الموضوع طيب السؤالين يا شيخ. السؤال الأول، هل علي اسم لو أنا اعتزلت الانتخابات وما نزلتش؟ ليس عليك اسم. السؤال الثاني، سمعت الجواب؟ سمعت الجواب. ليس عليك اسم، تفضلي. السؤال الآخر، هل يجوز إن احنا ندفع مال اللي هو زكاة المال لأهلنا في سوريا وإحنا مش عارفين بتدفع لإيه بالضبط؟ لا يجوز إلا إذا كنت موقنة تماما أن الزكاة ستصل إلى مصارفها. يعني حضرتك هم بيقولوا إن احنا في جزء بيروح للجيش الحر، في جزء بيروح أكل للطبيب الجرحى. زكاة المال لا بد أن تتأكدي أنها ستصل إلى أحد المصارف الثمانية. أما الصدقة فالأمر فيها سهل، الصدقة لا بأس، أما زكاة المال لزاما أن تكوني متأكدة أنها ستصل إلى مصارفها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة، خالدة وخالدة الاثنين هيناسبوا بعض. طيب وبعدين؟ فبيقولوا ان العروسة رضعة مع ابن عمها. كم مرة؟ على كل حال. عليكم السلام. بعد اذن حضرتك، هو في يعني اخين هيناسبوا بعض. طيب بعدين؟ العروسة أخواتها رضعين من أم العريس. يا أخي يا حضرتك، فبنقول لأم العريس أنت مرضع العروسة؟ قالت لا أنا مش فاكرة. أسألك سؤال. ما هو السؤال ده حضرتك؟ يعني أنت تسأل عن امرأة مش فاكرة ان هي رضعت مخطوبة ابنها. سنبني على الاصل انها لم ترضع. سنبني على الاصل، والاصل انها لم ترتضع الا اذا قامت البينات على انها رضعت، فحلال زواجها ما لم ترضع من ام العريس وما لم يرضع العريس من ام العروسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال. ما السؤال؟ شخص شغال هون بالأردن وصاحب الشغل كان مش راضي يعطيه مصاري، فحلف يمين طلاق ان هو مش هيشتغل معاه تاني، ورجع راح الشغل، بس هو ما كانش في نيته الطلاق. يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يحسب طلاقه. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يسلمك. ممكن بس اسال بس سؤالين بعد اذنك؟ اتفضل وارفع صوتك لو سمحت. السؤال الاول، حكم بناء الكنائس في الدولة الإسلامية. والسؤال الثاني. السؤال الثاني، وضع الجريد الاخضر او الزرع الاخضر على قبر الميت، هل هو جائز؟ هل هو يعني مسنون عن النبي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما بناء الكنائس الجديدة، استحداث كنائس في الدولة الإسلامية، فأكثر العلماء على منعه. أما وضع الجريد الأخضر على القبر فلم يطرد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام،
إنما فعلها النبي في حالة واحدة لما مر على قبرين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أي ليس كبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله. ثم أمر بجريدة فقطعت نصفين، وضع نصفا هنا ونصفا هنا قائلا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لكن لم تكن هذه عادته مع كل ميت والله أعلم، فلا يضطرد هذا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله أنا زوجتي مع حضرتك أبو عائشة من قطر. زوجتي كانت دائما عادتها 7 أيام لمدة 5 سنوات. فبعد تركيب شريط يعني من أجل تنظيم الحمل، فتكون العادة بتاعتها 10 أيام. فنأخذ بالعادة القديمة ولا نجعل العشر أيام 3 أيام الزائدة تحفظ، ولا نرجع إلى الأولى 7؟ لا لا، أنصحك تسأل طبيبة هل الدورة تغيرت بعد وضع اللولب أم لا. إن قالت الطبيبة إن الدماء النازلة في اليوم 8 أو 9 أو 10 دماء حيض فابني على أنها حيض، إذا قالت إنها جروح ابني على أنها جروح، فإذا كانت جروحا فتغتسل اليوم 7 وتتوضأ وتصلي ولا تلتفت إليها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. لو كان شخص في قلبه مرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، ما علاج ذلك من الكتاب وصحيح السنة؟ السؤال الثاني سمعني يا شيخ؟ سمعتك. السؤال الثاني وأيضا العجب بالعمل، يرى في نفسه يعني أنه عاجب بعمله من صلاة وقراءة القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، علاج هذا وذاك أن تدعو الله بصرف العجب، وأن تدعو الله بصرف المرض الذي في القلب. ادعو الله بأن يصرف عنك هذا وذاك، واجتهد في الإخلاص بأعمال بر في السر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا، ما حكم شراب سوريا في هذه الحال اليوم؟ نعم، عذرا ما سمعته. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. والنبي يا شيخ، انا اللي كنت لسه بكلمكم من شويه، معلش عايز استفهم منك الجواب بعد اذنك. اتفضل. انا بقول لحضرتك ان العروسه اخواتها البنات رضعين من ام العريس. ايوه، لكن انتوا شاكين في العروسه نفسها رضعت ام لم ترضع. انا بسال ام العريس، انت مرضع العروسه؟ قالت لا انا مش فاكره. خلاص، إذا لا بأس أن الولد يتزوجها. أصل هم ولد عم بعض، وإحنا كتبنا الكتاب ما عرفناش الموضوع ده. يا أخي الكريم، ما دامت لا تذكر أنها أرضعتها فالأصل أنها لم ترضعها لأنها ليست أمها. يتزوج. يتزوج؟ نعم. حلالا يعني؟ حلال. ماشي، على بركة الله يا شيخ. مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ألو؟ نعم نعم. ألو؟ نعم يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، أنا أختي يعني ربنا ما يسر لهاش بالزواج وبيحصل لها حاجات غريبة، فكنا بنتكلم مع أحد قريباتنا فقالت إن في واحدة قالت عليها بالاسم فلانة، بنت فلانة، عليها حاجات وممسوسة وحركات حاجات غريبة يعني. قالت إحنا مش مصدقين في الحاجات دي الحمد لله يعني، بس الحكم في إن الناس اللي بتقول كده، هل إحنا لو سمعناهم، بس مجرد إن إحنا سمعناهم، ده على التحريم بالنسبة لنا؟ لا لا، يكره، بس لا تلتفتي إلى كلامهم، واعتصموا بالله وبالدعاء والأذكار، ولتعوذ أختك نفسها بالمعوذات مع قولها الله أحد تدفل في اليد وتمسح الرأس وما استطاعت من الجسد 3 مرات،
ولا تلتفت لهذه الهواجس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه رايك في الرشوة يا شيخ؟ الله يبارك لك. اذا انا رحت افحص سيارة ودفعت رشوة في المرور عشان يخلصوا لي موضوع السيارة. الرشوة حرام. طيب انا مجبور اذا ما فحصتش، اذا ما دفعتش الرشوة يعني مش هيفحص العربية. على كل إن يلزمك أن تعرف معنى الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. فإذا كان هذا كذلك فملعون فاعلها. أما إذا كان لك حق مغتصب ودفعت مالا من أجل الحصول على حقك المغتصب فلا يدخل في الرشوة، إنما الإثم على من ظلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ لو سمحت أنا عندي سؤال، الله يديك العافية. وياك. العام أنا في الحج من جدة، ولكن ما حرمت إلا من الحرم لأن أنا مقيم في جدة. لأنك مقيم فين؟ أنا في جدة، هنا مقيم في جدة. أي. وذهبت إلى الحج لكن ما حرمت إلا من الحرم نفسه. لماذا؟ والله بس رحت كده يعني حرمت من هناك يعني. لا يعني تهربا؟ لا مش تهربا، بس أنا ما عندي كان فكرة عن هل أحرم من جدة نفسها أو من، يقولون ما في نقاط من هنا. على كل إذا أردت الخروج من الاختلافات فعليك دم نذبحه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل سلام طيب يا شيخ. وانت طيب. دلوقتي يا شيخ اللهم صل على النبي وبارك يا شيخ، في مشكلة. ايه المشكلة؟ بالنسبة انا مأجر محلات. ايه المشكلة؟ نعم. مأجر محلات. فالمحلات دي باخد اقساطها، باخدها بالاقساط، هل ده حرام ولا حلال؟ بتؤجر محلات. انا مش فاهم يعني ايه بتأجر محلات وبتاخذها بالاقساط يعني. يعني بيدفع بالقسط يعني بيد مش يعني بتشتريها تمليك بالاقساط. وبعد ذلك تأجرها. ايوه لا يعني مانع. حضرتك شاريها بس بتفعلي بالاقساط بقى. لا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى تفضلوا معنا. نعم اسالك سؤالا. تفضل يا اخي. الاصوب والورد عن الرسول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته او السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته؟ لا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ورد كلمه تعالى في الحديث؟ الله اعلم. اذا ايوه الله اعلم لم ترد، بارك الله فيك. تفضل اسال. فضلت الشيخ مصطفى دلوقتي انا عايز اسال، انا دلوقتي عندي شك كبير. في ماذا؟ في 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 ناس بتعامل معاها كأهل وككل شيء، فبحس ان انا بشك يعني في شك جاي فيا جامد من ناحيتهم، فهم انا بكلمهم على الحاجه دي واذا انت عندك وسواس يعني. اتفقت كلماتهم على انك موسوس؟ لا اتفقت كلماتهم ان انا عندي وسواس. طيب خلاص يكون عندك وسواس. هم اهلك ولا غيرهم؟ لا غيرهم. يا ناس طيبين ولا ناس فسقه؟ لا ناس طيبين. اذا انت عندك وسواس اسال الله ان يشفيك وارض نفسك على طبيب. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يعني ابني عنده 12 سنه ومات في حادث سياره. نعم. ابني عنده 12 سنه ومات في حادث سياره. عظم الله اجرك. وانا بدلنا يعني ابكي كثير، هذا البكاء ده وحش. وكمان في سؤال تاني، وبحب اروح عدن ازوره، هل زياره المقابر ديت يعني مش مستحبه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما ان كان بكاء قاصرا على اللسان فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين ولكن يعذب بهذا او يرحم، واشار الى لسانه. فاذا كان مجرد البكاء فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن،
وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أما عن زيارتك للمقابر إن لم تكن مصحوبة بالبدعة فلا بأس والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم أرجوك أنا أعيش وضعا سأستفتيك فيه وأشهد الله أني سأعمل بما تشير به علي. الله المستعان. أنا عندي زوجة أنجبت منها 4 فتيان و4 فتيات وطلقتها بعلم أهلي وأهلها، ولكن نحن عندنا في تونس لا يطلق إلا القاضي، لا تطلق إلا المحكمة، وفي كل الحالات سيسندون معناها حضانة الفتيات الأربع لها، وأنا لا آمن على دين فتياتي معها، فأنا أرى أنها امرأة سفيهة ناقصة عقل سوف لن ترعى عرضي في بناتي، لذلك طلقتها فيما بيني وبينها وبين ربي سبحانه وتعالى وبين الأقربين، ولم أرفع أمر إلى القضاء خشية أن يحكم لها بحضانة البنات، فبقيت معها في المنزل معناها أمتنع عن أي خدمة تقدمها لي مهما كان نوعها، والفتنة من فضل الله سبحانه وتعالى لأنها هي أصبحت امرأة أجنبية بالنسبة لي، الفتنة بحول الله السميع العليم مأمونة بنسبة مأمونة معناها أمانا كبيرة جدا بحول الله. يعني عفوا لكن عفوا اصبر نعم. يعني أنت الآن طلقت امرأتك وبانت نعم. المرأة منك لم تصبح لك زوجة نعم. وأنت نعم. تدخل عليها وتدعي أنك يعني نعم. ملاك وأنك لا تقربها ولا تكلمها نعم. والنسبة 100% دخولك نعم. خطأ لأن هي امرأة أجنبية إلا إذا كانت الخلوة منتفية والبنات كبيرات نعم. نعم. وأيضا لا تدخل عمارو... يا شيخ الأولاد هناك من عمره الأولاد هناك من عمره 25 سنة الفتنة بحول الله أنا أشهد ربي أنها مأمونة بنسبة 100%. طيب اصبر علينا بس اصبر نعم. يعني نعم. أنت الآن تدخل الشقة التي فيها أولادك وأمهم نعم والأم مطلقة ليست بزوجتك نعم أي. إذا جاء رجل يدخل مكانك بنفس التوصيف هذا نعم. على أختك افترض ان الزوجة اختك وجاء رجل يدخل عليها بنفس التوصيف ترضى او فيها اختلاط؟ لا يا شيخ هو الاختلاط معناها ليست هناك خلوة الخلوة منعدمة. ايوة الخلوة منعدمة لكن انت ممكن ترى منها اشياء ايضا. لا ارى منها شيئا انا خلاص اذا بهذا التوصيف لا بأس بهذا التوصيف لا بأس اذا لم تكن هناك خلوة ولم يكن هناك رؤية منك لأي شيء منها بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لك يا شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. لو سمحت سمعت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ناصية رأسه ثم يمسح على العمامة، هل لابد أن يكون متوضأ قبل المسح على العمامة يا شيخ؟ لا يلزم. لا يلزم يعني يمسح على الناصية ويتمم على العمامة. أنت تسأل هل يلزم أن يكون متوضئا قبل نعم. لبس العمامة أو لا؟ لا يلزم. لا يلزم. جزاك الله خير يا شيخ. لو سمحت استفسار بس. نعم حضرتك إن شاء الله يا شيخ فضلتك إن شاء الله تيجي اليوم محافظة المنيا قريبا أم لا؟ نعم سمعنا خبر أنك ستأتي إلى محافظة المنيا، هل صحيح؟ إن شاء الله بإذن الله. بارك الله. السلام عليكم. نعم معك أخوك عصام. ما عصارة؟ اتفضل يا عصام. عايز أسأل ما حكم إهانة المشايخ؟ نعم لما بيهين الصوت غير واضح يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل عن حاجة. كنت عايزة أسأل سؤالين. السؤال الأول بعض الوسائل اللي المرأة بتستخدمها بتقطر وقت الدورة، فهي إزاي بقى هل هي تأخذ الوقت يعني بتاع إذا كان الدم النازل بعد انتهاء زمن الدورة دم حيض صفته هي الصفة
ولونه هو اللون ستكون الحيضة قد زادت. إن كان لونه لون دم الجروح الأحمر القاني وليس بلون دم الحيض ولا بالصفة فيكون دم الجروح تغتسل وتصلي ولا تبالي. إذا تشككت ولم تدري فلتعرض نفسها على طبيبة تحدد لها الدم النازل بعد انقضاء أيام الدورة هل هو حيض أو جرح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. نعم نعم. بقول لحضرتك كنت شريك أنا وواحد قريبي في محل. وبعد ذلك. وبعد ذلك كنا متفقين إن هو يدير المحل دوت وبعد كده اشتغل فترة وقال مش قادر يدير المحل فباع نصيبه بمبلغ من المال. طيب. وقبض فلوسه 10 أيام يعني كان المفروض هو يتنازل لي على المحل فقعدنا 10 أيام عادي يعني. جيت قلت له تنازل لي قال لي لا مش هتنازل أنا عايز فلوس أكتر من كده. فالمهم قعدنا قعدة بعدها ورجع المحل تاني رجع معانا ورجع يفصلني بعدها بأسبوعين تاني في المحل وخد مبلغ من المال أكتر من اللي كان واخده أول مرة. على أساس إن الورق كله باسمه هو. السؤال السؤال دلوقتي هل المبلغ اللي خده زيادة عن أول مرة باع نصيبه فيها دوت حلال أنا مش مسامح فيه. خلاص إذا كنتم افترقتما في أول مرة وتخارجتما تخارجا كاملا ورجع وغدر يأثم فهذه حضرتك قضية. حضرتك كان البيع والشراء أمام والده عموما أيا كان إذا كان قد غدر فيأثم لغدره وإلا فهي قضية تنظر. السلام عليكم. عليكم السلام أخوك الحمد لله. في عندي لك سؤال. تفضل. السؤال الأول السؤال هناك مسجد كبير وأمامه مسجد صغير وعلما بأن المسجد الكبير قد بني أولا إذا صليت في المسجد الصغير هل صلاتك صح أم لا؟ بينهما مسافة كم؟ نعم بينهما مسافة طويلة؟ يعني مش كبيرة ليست كبيرة. على كل حال الصلاة صحيحة ويبقى النظر في أيهما أفضل إبقاء المسجد الصغير أم إبعاده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ من فضلك عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول أنا السنة اللي فاتت كنت اشتريت أرض قطعة أرض كده ونويت أنا قلت في نيتي زي الآتي قلت يا رب لو غالي سعر الذهب كان غالي شوية قلت حبيع الذهب وحشتري قطعة أرض وحتكون في سبيل الله يعني وقلت يا رب إن شاء الله يا رب نيتي مش هتتغير يعني. بعدها السنة دي ارتفع سعر الأرض بالنص وأنا كنت عايزة أبيعه وأوفي يعني أوفي بنيتي. أم جوزي قال لي لا أستني أنا أنت ما تبيعيش الأرض دي أنا هشتري لك بدلها غابة نخل يعني. هل ده يجوز؟ يعني هو هيشتري مني قطعة الأرض بس هيخليها باسمي. يا أختي أنت نظرتيها لله ولا إيه يعني؟ يعني عفوا أنت كنت نظرت الأرض نفسها ولا قيمة الأرض؟ لا يا شيخ أنا قلت كده قلت يا رب لو أنا توفقت واشتريت قطعة الأرض دي هخليها لما يغلى سعرها وبعدين هبيعها واشتري بدلها. أنا كنت سمع قصة بيرحاء. أيوة قلت هشتري مكانها غابة هتكون بإذن الله بيرحاء لي يعني. طيب يعني الآن الزوج الآن قال أنا أشتري الأرض وخذي أموالها وانفقيها في المصرف الذي كنت تريدينه هكذا السؤال؟ أيوة لا هو الزوج دلوقتي قال يعني أنت أنا هشتري منك الأرض بس هخليها باسمك والفلوس خديها واعملي بها زي ما أنت عايزة. ما فيش هل يجوز هذا؟ ما فيش مشكلة وقد ورد عن عمر شيء في المنع من مثل من قضية مشابهة لكن ما في إشكال إن شاء الله. سؤال تاني لو سمحت يا شيخ. يا شيخ دلوقتي أنا ساعات جوزي بيديني مصروف أبقى أحوش من مصروف البيت وساعات أخذ منه يعني وبدون علمه بس أنا أقول له مثلا
لو احتجت حاجة هاخد وأخليهم صدقة في سبيل الله. هل يعني أنا سمعت إن النص صدقة حيكون ليا والنص ليه ما دام إني أخرجه بدون علم؟ حاجة خفيفة ولا حاجة كبيرة؟ حوالي 100 ريال يا شيخ، إحنا عندنا يعني في الجزائر حاجة خفيفة يعني. 100 ريال حاجة خفيفة لا بأس، لأن الرسول يقول إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك، لكن تكون حاجات خفيفة ليس ثقيلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم لو سمحت يا شيخ، صلاة الوتر لما الواحد يصلي 3 ركعات أو 5 أو كده يبقى بتحيات واحدة ولا بتشهد واحد ولا باتنين تشهد مع بعض كده زي المغرب مثلا؟ كله جائز. كله جائز. طب ولو سمحت يا شيخ السؤال الثاني لو سمحت، اللي حصل دلوقتي مع حكاية الانتخابات وكده، يعني ما رضوش يقبل التظلم بتاع الشيخ حازم وقبله والتظلم بتاع أحمد شفيق ده، وإحنا مستائين جدا من القرار ده وزعلانين يعني وتعبانين، إحنا إيه دورنا كمسلمين يعني في هذا الموقف؟ والله يا شيخ تنتقل إن إحنا بجد يعني فعلا تعبانين جدا. لا تيأسي من رحمة الله، والله سبحانه وتعالى يتولى أهل الصلاح ولن يضيعك الله، فاستمري في الدعاء أن الله يولي على المسلمين خيارهم وحريصي على النافع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. أنا أعمل في منطقة باردة جدا. نعم. يعني نصيب من أهلنا ما نصيب أحيانا، ولا نستطيع الوضوء يعني في أو الاغتسال، فنتيمم لصلاة الصبح أحيانا، هل هذا جائز يا شيخ؟ يعني تسأل عن التيمم للجماع؟ نعم يجوز. تيمم عمرو بن ياسر من أجل الجماع، من أجل نعم من أجل الجنابة، التيمم جائز. نعم لو سمحت يا شيخ هيئته صفة التيمم خاصة يعني لو إن كان ممكنا في ضربة واحدة هكذا ومسح الوجه والكفين، هذا الذي ورد به حديث عمار بن ياسر بتعليم النبي له صلى الله عليه وسلم، ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا الذي وافق حديث عمار عليه أهل الحديث، وإن كان الفقهاء يرون التيمم ضربتين ويرون التيمم للمرافق، لكن ما سمعته هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا كنت بس بسأل عن حاجة، أنا والدي عندنا بيت يعني، فلي أخ من إخواتي بنى دور لي بأكمله، هو اللي بناه ووضبه وعمل كل حاجة فيه، فهو عايز والدتي والد الله يرحمه توفى الله، هو عايز والدتي تكتب له الدور باسمه لأن البيت باسم والدتي، فهل ده يجوز ولا لا؟ وهل ده معناه؟ لا لا لا. لأن هو استفاد بالأرضية. لا هو ملوش في الأرضية، هي الأرضية لا أساساً هو استفاد. فهمي هو بنى سقفاً، بنى دور على أرضية معينة، على سقف معين، فهو مستفيد بالأرضية. مظبوط. فالأرضية لها قيمة. مظبوط. يعني فهذه قضية تنظر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا في الصلاة في الفاتحة ساعات أحس إن أنا غلطت، فلما بعيد تاني بخاف إن يكون كده يعني أقسم، لدرجة إن أنا جاني رؤية إن أنا في حد بيعلمني الفاتحة وأنا لا لا تبني على الرؤى ولا الأحلام، إن شككت في الفاتحة وأنت قائمة فقرئها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ صحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول بالنسبة لوالدي الله يرحمه توفي وأمي لسه في شهور العدة، بس بعد شهور العدة عشان زيارة القبور وكده، فإحنا مش عايزينها تروح خالص. هي عايزة تروح فين يا أختي؟ إحنا مش عايزينها تروح تزور المقابر يعني حتى نعم. بعد شهور العدة. حتى بعد العدة؟ آه. لماذا؟ لماذا تريد؟
علشان هي بتتعب يعني، هي جات لها صدمه عايز مين يخش فوق. لا كل اذا كانت ستمرض لكم ان تمنعوها، لكن كحكم لا، هي احنا هي مش هتزعل، هي مش هتزعل، هي قلنا لها ما تروحيش، هتقول حاضر، بس هل احنا كده علينا اسم او اسم من ناحيه والده الله يرحمه؟ زيارة النساء للمقابر على رأي الجمهور تجوز إذا أمنت الفتنة والبدعة. السلام عليكم. يقول السائل أو السائلة تقول: لم أتزوج ونصحني البعض بقراءة سورة البقرة يوميا، هل هذا وارد؟ ليس بوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: هل تجوز مشاهدة المسلسلات التركية الاجتماعية؟ أهل من بناها لا تخلو من منكرات، لا تجوز مشاهدتها بهذا التوصيف المذكور. يقول السائل: ما كفارة الاستمناء باليد في رمضان؟ عليك بالاستغفار وعمل الصالحات، وقد أفطرت هذا اليوم فعليك إعادته أيضا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا بارك الله فيك، أنا عندي ثلاث أسئلة، بالله عليك اسمعني في ثلاث أسئلة، ربنا يبارك فيك. تفضل. أول سؤال: هل لابد عند خروجي لزكاة المال من التيقن لوصولها لمستحقيها، أم يجوز العمل بغلبة الظن؟ ثاني سؤال: لو في أخ عدل ثقة يعني وقع عليه مظلمة من أحد الأشخاص الفجرة، واستلزم الأمر إلى شهود، طلبني للشهادة وأنا لم أرى شيئا، ولكن أعلم يقين أنه لم يكذب، فهل أذهب للشهادة أم لا؟ ثالث سؤال والأخير: إذا رفض المجلس العسكري شيخنا والقوى السياسية المنوئة تطبيق الشريعة الإسلامية أو تطبيق القليل منها، فهل حضرتك وأمثال حضرتك من أهل العلم الفضلاء ستنادون بالرضا بالواقع، أم ستنادون بالوقوف أمامهم حتى الحكم بالإسلام، ولو وصل الأمر والحال إلى القتال؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل: إن جاءه فقير يسأل هل يعطيه بناء على غلبة الظن أنه محتاج، أو يلزمه أن يبحث في أمر هذا الفقير؟ يقول: إذا كانت مرة عارضة فلك أن تبني على الظاهر البادي لك، وإن كان سيستديم فابحث حالته، والله أعلم. أما شهادتك لكون الذي ستشهد له ثقة شهادة زور محرمة، فلا تشهد لكونك لم ترى، لا تشهد لكونك لم ترى. أما ما سألت عنه بشأن الشريعة فبحسبه وبحسب المفاسد والمصالح المحيطة بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. تقول: تقدم لخطبتي شخص مدخن وغير مستقيم، علما بأنني أحفظ القرآن ومنتقبة، الكفاءة في النكاح مطلوبة، فانتظري حتى يأتيك شخص صالح يقيم أمر الله في نفسي وفي أهله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله قلت لزوجتي: لو انت خرجت من المشوار الفلاني خليك قاعد عند أمك، فهل ده يعتبر يمين طلاق ولا يكفر عنه ولا إيه؟ لا يمين طلاق ولا شيء. لو رحت مكان معين خليك قاعد عند أمك، ليست يمين طلاق ولا تكفر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي شيخ، أنا كنت بسأل حضرتك على زيارة المقابر بالنسبة لوالدتي، فما سمعتش الإجابة، بس إحنا نقصد إن هو هل كده يبقى ده عقوق لوالدي الله يرحمه؟ يا أختي، ليس بعقوق، قلت لك زيارة النساء للمقابر جائزة إذا أمنت الفتنة. السلام عليكم. لكن عشان سؤال تاني. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لأخواتي أطفال اثنين صغيرين، فبيقولوا إن دموع اليتيم بتخلي عرش الرحمن يتهد يعني. لا يصح هذا الكلام. لا يصح أن دموع اليتيم تهز عرش الرحمن، لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كنت عايز أسأل بس حضرتك سؤال. ألو. نعم، تفضلي.
بقول لحضرتك انا كنت يعني كنت يعني كان في فلوس في التامينات ليا يعني، وبعدين حضرتك دلوقتي اللي انا كنت انا وجوزي فيه يعني في مشكله يعني في حياتنا وكده بسبب السكن، وكنت عامله يعني عقد بولي وكده انا واهلي عارفين وكل حاجه، انا متجوزه وكنت جايبه منه ثلاثه، وربنا كرمنا بسكن يعني. فايه فحضرتك دلوقتي انا عايزه بس ايه، كان ليا فلوس في التامينات فضعفت، فانا دلوقتي ايه رحت عملت بمأذون، عملت بمأذون يعني وكده، عملت بمأذون وبقيت انا عايزه بس ايه الفلوس اللي في التامينات دي كانت باسمي من مضي كام سنه، فانا عايزه بس ايه اعرف الفلوس دي انا سبتها تتضاعف فانا اعمل فيها ايه؟ يا اختي الكريمه انت الان إذا تزوجتي يفترض أن المعاشات انقطعت عنك. أيوة اتقطعت بس أنا فأنت لم تسجلي قال أنت ليكي فلوس ولو أنت ما خدتهاش هتتضاعف. ألو والله إذا كنت تزوجتي أنا في حاجة إليها يا عم الشيخ. أيوة في حاجة إليها، ما هو بس في حاجة لا تاخديها بحقها. تاخذيها بحقي، ممكن كلميني في الهاتف أورد لك حلا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل سؤالين؟ تفضلي. السؤال الأول، هل يسعني إن أنا ما أروحش الانتخابات يعني علشان أنتخب مرشح معين أو حاجة، لأن أنا بعد الشيخ حازم ربنا يا رب يفك كربه أنا مش لاقي أي حد يعدله أو أي حد يعني رفع راية الشريعة. السؤال الثاني، هل دلوقتي مثلا واحد زي الشيخ حازم دوت مظلوم وكده، مش المفروض إن إحنا نقف جنبه وإن إحنا نكون معاه دلوقتي؟ يعني مش موافقة حضرتك يا مولانا دلوقتي يا فضلت الشيخ. يا أختي يا أختي كلمة. المقام ليس مقام بكاء يا أختي، المقام ليس مقام بكاء، بارك الله فيك. طيب حاضر. انظري طب دلوقتي أنا أصلا حزينة، أنا حزينة. أنا لا لا تحزني لا. لا أنا تحزني. زي مئات الألاف والله يا فضلت الشيخ. يا أختي الله أغير على دينه وأغير على عباده مني ومنك. طب دلوقتي يا فضلت الشيخ ليه إحنا ما نروحش نسنده؟ أنا مش عايز أخد على قفايا تاني خلاص. صلاح يا كراما يا شيخ ما كانش شعور بيكتب. يا أختي أنت مسلمة يا أفهمي الكلام يا أختي افهمي، أنت ستعيشي مسلمة كريمة ما دمت مسلمة. وأخويا دوت يعني كرامتك، افهمي كلامي لا تجهلي هذا الجهل. كرامتك ليست معلقة بأي شخص، كرامتك معلقة بإيمانك وتقواك. دعك من الشعارات، أنت تكوني كريمة ما دمت مؤمنة تقية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس فلان الذي سيجعلني كريما أو سيجعلني مهانا. افهمي لا تضلي ويضل غيرك وأمثالك. إن الله هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يكرم، هو الذي يهين. ومن يهن الله فما له من مكرم، يعز من يشاء ويذل من يشاء. افهمي لا تجهلي هذا الجهل الغريب. سنحيا كراما بتمسكنا بكتاب الله، إذا تمسكنا أفرادا بكتاب الله سيحيا الفرد كريما، إذا تمسكت الجماعة بكتاب الله ستحيا الجماعة كريمة. لا تظني أننا سنهان ونحن مستمسكون بالكتاب العزيز. فأقيمي أمر الله في نفسك، تكوني كريمة. ولو ضل كل الناس، لو ضل كل الناس، لو ضل الخلق كلهم وأنت مستمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله فأنت كريمة. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ولو سعد كل الناس وأنت تاركة لكتاب الله وسنة رسول الله فأنت مهانة. فلا تعلقي كرامتك بشخص مهما كان هذا الشخص، كرامتك في تقواك لله. إذا فهمت غير ذلك فأنت جاهلة، محتاجة أن تعلمي دينك ومحتاجة أن تعلمي عقيدتك. فالذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع هو الله، ليس أحد أبدا سواه. وقد بلغنا أخبرنا في كتابه أن الكرم بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كنت طائعة لله فأنت كريمة، وإن كان الحاكم كافرا، إن كنت عاصية لله فأنت مؤانة ولو كان الحاكم مؤمنا. فاتق الله وفهم دينك فهما صحيحا، ودعك من التباكي على أشخاص، إنما أتباكى إذا عصيت ربي، وأنت الحمد لله غيرك ما عصيت ربك.
السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بالله يا شيخ لدي سؤال لو سمحت. تفضلي، ما السؤال؟ توفي ابي ولا زالت جدتي في العدة، هل لها ان تبقى يعني في منزل ابنتها المتزوج لعدة ايام؟ بقاء المعتدة في بيت الزوجية فيه نزاع، فيرى يعني الجمهور بقاءها، ويرى فريق كعلي وابن عباس وجابر وعائشة يرون أن لها أن تنتقل، أربعة من الصحابة يرون لها الانتقال، وأختار رأيهم لتضعيف الحديث الوارد في الباب، وهو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فحديث متكلم فيه لجهالة بعض رواته، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما الحكم في من أخذ مصحفا أو كتابا من المسجد المغلق منذ فترة وهم لم يستخدموا؟ خذ المصحف انقله لمسجد آخر، لا تأخذه لنفسك، فمن ثم تأثم. ولعلاج المسألة، إذا أخذت المصحف ادفع قيمته في مسجد آخر، في مصحف آخر، والله أعلم. يقول السائل: مات والدي أمس، وقال أحد إخوتي للناس العزاء في المقابر ولن نقيم العزاء في البيت لأن العزاء في البيت بدعة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، الأمر في ذلك واسع، فسواء قبلت العزاء في البيت أو في أي مكان جاز لك، والله أعلم، والأمر في ذلك كله واسع، وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يهدي نصارى مصر للإيمان بالله وللإقرار بوحدانيته، وأنه لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فتوبوا لله معشر النصارى، فإنما أنتم فيه من دعواكم أن المسيح ابن الله وأن المسيح صلب، ومن تكذيبكم لرسالة النبي محمد وكفركم بالقرآن في ذلك أو في بعضه خلود لكم في النار، فتوبوا إلى الله وأقلعوا عن ذلك. وأوصي المتصوفة الغلاة في مصر، غلاة التصوف في مصر، أن يقلعوا عن شركهم بطلبهم المدد من ميت من الأموات لا يضر ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، فتوبوا إلى الله من البدع والضلالات والشركيات معشر المتصوفة. هذا، وأسأل الله أن يرفع الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين، كما أسأل الله سبحانه أن يحكم شريعته في مصر وأن يولي عليها خيارها، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء